أهلا بكم من جديد. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد. وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري إن تحقيق الاحتلال الإسرائيلي معه لمدة 6 ساعات لإبعاده عن الأقصى، مضيفا أن الاحتلال كعادته عمد إلى استخدام العنف في اقتحام منزله في القدس وقد ينفذ قرار إبعاده بالقوة. لوجوده يعطي خلل وتوتر في المسجد حسب زعمهم، وأن خطاباتي هي خطابات تحريضية. وسألوني عن مساجد أخرى في فلسطين، قلت لهم أنا رجل دين أخطب أينما أشاء وما هي الحق الشرعي. أما إبعادي عن الأقصى، حاولوا أن أوقع على القرار الإبعاد فرفضت القرار، قلت هذا قرار باطل يتعارض مع حرية العبادة وهذا تدخل في الشؤون الدينية ولا أوافق عليه. وينضم إلينا مباشرة من القدس الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى. فضيلة الشيخ، أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشر. ويعني ابتداء، هل يوجد أي مبرر ساقه الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بإبعادك أنت شيخ المسجد الأقصى وخطيب المسجد الأقصى عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، في الحقيقة لا يوجد أي مبرر، وإنما عندهم هواجس وأوهام. لا يريدون أحدا أن يقترب من مصلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك. حسب أوهامهم فكروا وفسروا أنني سأصلي غدا الاثنين في مصلى باب الرحمة. قلت لهم هذا الهاجس غير وارد أولا، ثم هذا المصلى هو جزء من الأقصى ويحق للمسلم أن يصلي أي كيف أينما شاء في الأقصى ككل، ما دام هذا الجزء هو من الأقصى وهو مفتوح لجميع المسلمين ولإعطاء الدروس والإعظات الدينية. هذا الهاجس يريدون أن يمنعوا أي حراك له علاقة بالأقصى، يريدون أن يخيفوا الناس حتى يبتعدوا عن الأقصى لتهيئة الأسباب لأولئك المتطرفين اليهود ليصولوا ويجولوا في المسجد الأقصى. هذا كل الهدف البعيد لهم. نعم، لكن اسمح لي فضيلة الشيخ، هل الأمر علاقة بقرار المحكمة إحدى المحاكم الإسرائيلية بإباحة الصلاة الصامتة للمتطرفين في القدس، ثم بعد ذلك قيل كلام ليس مؤكدا أنه يعني هناك قرار آخر من إحدى المحاكم بإلغاء هذا القرار؟ يعني هل الأمر بإبعادك عن المسجد الأقصى والتعامل معك بهذا الشكل له صلة بهذا الموضوع؟ نعم، له صلة وثيقة بهذا الموضوع، لأنه حينما صدرت هذه المحكمة الاحتلالية بالسماح لليهود بالصلاة كما يقولون الصلاة الصامتة في رحاب الأقصى، نحن اعترضنا على ذلك، وأن وسائل الإعلام قد غطت تصريحاتنا كما غطت مواقفنا الثابتة في هذا الموضوع. لكن السؤال، لماذا اللجوء للجماعات اليهودية إلى المحكمة الإسرائيلية؟ الجواب بأن هؤلاء المتطرفين هم كانوا يصلون أصلا صلاة صامتة لا أحد يعرف، ولكن يريدون أن يثبتوا موقفا قانونيا من خلال المحاكم الإسرائيلية حتى تضطر الشرطة أن تحميهم في مواقفهم، وهذه خطوة متقدمة عدوانية من أجل أن يبحثوا فيما بعد الصلاة العلنية، وهذا تمهيد
لخطة أخرى خطيرة، وبالتالي نحن رفضناها. ولأن هذه المحكمة أصلا هي محكمة غير صاحبة صلاحية، ليست ذات اختصاص، لأن الأقصى مرتبط بقرارات ربانية من سبع سماوات، غير مرتبط بقرارات الدنيا ومحاكم، فهو أسمى من ذلك. وبالتالي نعتبر هذا القرار باطل ولا يمكن نحن أن نتعامل معه. أنت الآن فضيلة الشيخ لن تستطيع الذهاب للمسجد الأقصى ويعني إمامة الناس أو الخطابة في المسجد الأقصى لمدة أسبوع، يعني هذا الأمر أصبح يعني منتهيا وأمرا واقعا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هل هذا صحيح؟ نعم هذا نعم بالقوة، لأنني حينما رفضت التوقيع قالوا يعني بمعنى يعني وافقت أم لم توافق، القرار سينفذ بالقوة، لأن الشرطة الإسرائيلية حسب زعمهم لديهم الصلاحية المفبركة في أن يبعدوا أي شخص عن أي مكان فيه إخلال بالأمن حسب تصورهم. وهذا الأمر تكرر معك قبل ذلك، يعني ليس بالجديد فكرة إبعادك عن المسجد الأقصى؟ نعم تكرر ذلك ما يزيد عن 10 مرات بنفس التهم الوهمية التحريض، وأن وجودي في الأقصى يؤدي إلى إخلال بالأمن حسب تفسيراتهم، وهذه التهم مفبركة وجاهزة في كل مقابلة وفي كل استدعاء من أجل إبعادي عن الأقصى، وبحجة أني أنا عنصر مؤثر على الجمهور، وبالتالي لا يجوز لي أن أمارس هذه الخطابة التي أستغلها لإثارة الجماهير. فضيلة الشيخ، على ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي تعامل يعني مع بيتك وقام باقتحامه بشكل غير لائق صباح اليوم، فهل لك يعني أن تلخص للسادة المشاهدين ما الذي حدث معك من قبل قوات الاحتلال؟ نعم أخي الكريم، كما هو معتاد لديهم حينما يأتوا إلى باب البيت يبدأون بالخبط العنفي وبالجرس المستمر لإرهاب الناس، لإرهاب من هم في البيت، لإرهاب الجيران اللي يسكنون في العمارة. هذا الأسلوب أسلوب الإرهاب للتخويف، يتصورون أن بهذا الأسلوب العنيف يريدون أن يرعبوننا أو نتراجع عن مواقفنا الثابتة الإيمانية. حققوا معك لمدة 6 ساعات فضيلة الشيخ، في ماذا؟ يعني ما الموضوعات التي طرحوها عليك في 6 ساعات يعني والأسئلة؟ نعم نعم الحقيقة طرحوا قضايا جانبية، قضايا فرعية للوصول إلى الهدف الذي يريدونه، هو موضوع الأقصى وباب الرحمة، لكن طرحوا قضايا أنني أخطب في مساجد عدة مدن وعدة قرى في فلسطين. قلت لهم هذا حقي، أنا رجل عالم ديني، من حقي أن أصلي في أي مسجد من مساجد فلسطين من البحر إلى النهر، وهذا أمارسه منذ 50 سنة أو يزيد، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يمنعني من هذا الحق أن أمارسه بشكل واضح. كما أثاروا قضايا دينية في موضوع تفسير سورة الإسراء، قلت لهم هذا الموضوع ليس موضوع الآن في التفسير، الموضوع له مكانه اللائق والمناسب ليس في مكان التحقيق. يعني اسمح لي فضيلة الشيخ، ما الذي لا يعجبهم في تفسير سورة الإسراء؟ يعني طبيعة الحال
سورة الإسراء إشارة إلى أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين، نعم، ولا يعلون علوا كبيرا. نعم نعم. طيب فضيلة الشيخ، ما هي رسالتك؟ أنت الآن ممنوع عن منبرك وكذلك نعم المسجد الأقصى، ما هي رسالتك للاحتلال الإسرائيلي بعد هذا المنع والإبعاد؟ رسالتنا واضحة ومستمرة، حتى لو أبعدت عن الأقصى يبقى علاقتي بالأقصى قائمة أولا. شيء آخر، أتجول في مساجد فلسطين في أيام جمعة وفي أيام غير الجمعة أيضا، فنحن لم نتوقف عن أداء رسالتنا السامية، رسالتنا الواضحة، رسالتنا الإيمانية. الفكرة التي ألمحت إليها فضيلة الشيخ في بداية اللقاء، أن هناك مخططات تجاه المسجد الأقصى من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل المتطرفين الإسرائيليين في هذا السياق، هل لك أن تذكرنا، وأنت ذكرتنا كثيرا في يعني في لقاءات سابقة، بماهية هذه المخططات؟ نعم نعم أخي الكريم، بدأت الخطورة أكثر وأكثر وضوحا في الشهر الماضي، شهر أيلول سبتمبر، في العيدين الذي يخصهما ما يعرف بعيد العرش وعيد الغفران. هذان العيدان كان التركيز من خلالهما على الأقصى، وحققوا أشياء لم تكن يقوم بها من قبل، ومنها نفخ البوق في باحات الأقصى، منها رفع علم إسرائيل في باحات الأقصى، أيضا دخول المستوطنين في ملابس الرهبنة، يعني الملابس العبادة التي تخصهم، وبالإضافة إلى الأعداد الكثيرة. قالوا هم يتبجحون ليقولوا أنجزنا أمورا أربعة لم نكن قد أنجزناها سابقا. هذه يعني أنهم يريدون أن يضعوا أمورا تحت الواقع لنقرها أو حتى نسكت عليها. ثم انتقلوا إلى موضوع الصلاة الصامتة، وهذا